السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنستعرض اليوم في هذا الفيديو المقابلة الشخصية الخاصة بوظائف ديوان المظالم. هذه المقابلة تمت لبعض الأشخاص في الأعوام السابقة. يتكلم هذا الشخص عن طريقة المقابلة الشخصية، إنهم بيعطوهم ورقة بها قطعة يقوم بكتابتها على جهاز الحاسب الآلي. طبعا إذا كان فيها هذه القطعة حركات أو تشكيل، تقوم بكتابة الحركات الموجودة في هذه القطعة. بعد ذلك تبدأ المقابلة الشخصية. تخصص دراسات إسلامية، طبعا بيسألوا عن اسمك وخبراتك، ماذا تعرف أو ماذا تعرفين عن باحث الشرعي وباحث قضايا مساعد، اذكر أنواع المحاكم الإدارية. المحاكم الإدارية أو ما يعرف بديوان المظالم، وتنقسم المحاكم الإدارية إلى المحاكم الإدارية، محكمة الاستئناف الإدارية، المحاكم أو المحكمة الإدارية العليا. اختصاص المحاكم الإدارية: الدعاوى التي تتعلق بالحقوق المقررة بنظم الخدمة العسكرية والمدنية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة، إضافة للأجهزة التي تتمتع بالشخصية المعنوية العامة المستقلة أو حتى ورثتهم والمستحقين عنه. الدعاوي المتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية والتي يتم تقديمها من ذو الشأن، وذلك متى كان مرجع الطعن. اختصاص محكمة الاستئناف الإدارية: تتولى هذه المحاكم النظر في الأحكام التي تقبل قابلة الاستئناف وتكون صادرة من المحاكم الإدارية، وتحكم بعد أن تسمع أقوال الخصوم تبعا للإجراءات المقررة. بالنسبة للمحاكم الإدارية العليا، اختصاصها ذات اختصاصات المحكمة العليا بتقسيم المحاكم العادية. مهام باحث قانوني مساعد: إعداد وتجهيز الوثائق القانونية بما في ذلك العقود والاتفاقات والطعون وملفات القضايا، تجهيز الشهادات وحفظ الوثائق في الأنظمة الورقية والإلكترونية، إكمال النماذج المختلفة مثل تقارير الحوادث والمحاكمات، جمع وتحليل البيانات الخاصة بالقوانين والقرارات والمستندات المختلفة، التنسيق مع القطاعات المختلفة لجمع المعلومات الضرورية، حفظ التعميم والتوجيهات والقرارات المتعلقة بالأنظمة واللوائح. وطبعا بيسألك عن الاسم والسجل المدني والتخصص والوظيفة المقدم عليها، ومهام ممكن يسألك عن مهام الباحث الشرعي وباحث القضايا. الباحث الشرعي وظيفته تكمن في المحاكم، وتم إحالة له بعض القضايا لكتابة وقائعها وإعداد البحوث والدراسات الشرعية والنظامية التي يطلبها القاضي منه، وهذه بعض المهام الموكلة إليه. باحث قضايا هو شخص يكون مسؤول عن قضية ما اجتماعية أو بيئية، يبحث في أسبابها والآثار المترتبة عليها ووضع خطط للسيطرة عليها وعلى احتمال أن يكمن أن يحدث بسببها. ممكن يسألك إذا جاتك وظيفة خارج الرياض، هل تقبل هذه الوظيفة أو لا؟ ماذا تعرف عن ديوان المظالم؟ هيئة قضاء مستقلة في السعودية، ترتبط مباشرة بالملك، وتضم 16 محكمة إدارية موزعة على مناطق المملكة العربية السعودية، تسعى لإرساء العدل والإنصاف والرقابة القضائية الفاعلة على الأعمال الإدارية من خلال الدعاوي الماثلة أمامه لضمان حسن تطبيق الأنظمة واللوائح المقررة. إذا كانت قضية تجارية، هل هي من اختصاص المظالم أم العدل؟ العدل. بما تختص المحاكم الإدارية: الدعاوي التي تتعلق بالحقوق المقررة بنظم الخدمة العسكرية والمدنية والتقاعد الموظفي ومستخدم الحكومة، إضافة للأجهزة التي تتمتع بالشخصية المعنوية العامة المستقلة. الدعاوى المتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية. ما هي واجبات الموظف العام؟ الالتزام بوقت الدوام الرسمي، الولاء للوطن والدولة، الابتعاد عما يسيء للشرف والكرامة، عدم استغلال السلطة والمحافظة على أسرارها. هذه أسئلة يتم تكرارها. هل تدري أو هل تدرين أن ديوان المظالم تحول إلى نظام الخصخصة؟
الإجابة نعم، والجهات المستثناة من الخصخصة هي الجهات القضائية والمحاكم ووزارة العدل والقطاعات العسكرية مستثناة من هذا التخصيص. الأهداف الاستراتيجية لديوان المظالم: تقليص أمد التقاضي، التحول الإلكتروني، إيجاد كوادر مؤهلة، تعزيز العلاقات، توفير مباني ديوان المظالم تتناسب مع البيئة القضائية. القيم لديوان المظالم: العدل، الاستقلال، الإنجاز، التميز، الريادة، الشفافية، المشاركة، استثمار رأس المال البشري. هذه أهم الأسئلة التي قد تأتي في المقابلة الشخصية الخاصة بوظائف ديوان المظالم. أتمنى في النهاية لجميع التوفيق. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.